هوا بها البلد آه يا هوا عهالبلد آه يا هوا ليالينا آه يا هوا بها البلد آه يا هوا عهالبلد آه يا هوا ليالينا هاي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من هوا ليالينا اليوم الثلاثاء 2 شباط 2016 بنرحب فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بكافه المناطق اللبنانيه تنقدم لكم حلقه جديده و20 دقيقه من الوقت تنحكي عن اخر النشاطات والمهرجانات والحفلات اللي عم بتصير بلبنان. هاي مالي. هاي ريتشي، كيفك اليوم؟ الحمد لله كثير منيحه، وانت؟ الحمد لله تمام. بدوري بدي احيي كل المستمعين ريتشي يلي بينضموا لنا بهالوقت لهيك يتابعوا حلقه هوا ليالينا يلي مثل العاده بتتضمن امور كثير نحكي عنها مثل المهرجانات وايضا هيك اهم العروض كمان يلي بتصير بصاله السينما، على امل اكيد يستمتعوا برفقتنا. يا هوا ليالينا. منحييكم عن جديد مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. مريم مثل ما أنا اليوم رح نحكي عن مهرجان السينما الأوروبية ببيروت اللي انطلق ب 25 الشهر ومستمر لست شباط. هالمهرجان اللي بتشهده سينما متروبوليس أمبير سوفيل، مهرجان بنسخته ال 22 وبتنظمه سنويا بعثة الاتحاد الأوروبي ببيروت وبالتعاون مع سفارات ومعاهد سقفية أوروبية كلها موجودة طبعا ببيروت. أكيد تفاصيل أكتر رح نعرفها هلأ مع ضيف اللي انضمت لنا هلأ من منظمي مهرجان السينما الأوروبي ببيروت، نسرين وهبي. هاي نسرين. مرحبا، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك نسرين. نسرين خبرينا أكتر عن مهرجان السينما الأوروبي ببيروت بدورته السنة. هو المهرجان بيحتفل بدورته 22 ببيروت. نعم. وهو مثل ما ذكرتم من تنظيم الاتحاد الأوروبي وأعضاء الاتحاد الأوروبي اللي موجودين بلبنان، يعني هن كلنا بنعرفهم، يعني فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، كمان في دول يعني ما كتير بنعرف أنه عندها انتاج سينمائي لافت، بس كمان موجود أفلامها بالمهرجان وعم بيكونوا أفلام فعلا مثل سيربريز المهرجان أدمنهم مميزين. نعم. المهرجان يعني تقريبا عم بيعرض أكتر من 33 فيلم، ما هيك نسرين؟ يعني الافتتاحية كانت بفيلم هولندي بورغمان، والختام رح يكون مع فيلم لبناني 3000 ليلة. خبرينا شوي أكتر، شو سبب اختياركم لتفتتحوا المهرجان بفيلم هولندي والختام مع فيلم لبناني؟ هو عطول بالمجلس الاتحاد الأوروبي في كل سنة دولة بتكون مترأس المجلس. نعم. فبما أنه هيدا الدورة بهيدا السنة هولندا هي مترأس المجلس، سو الافتتاح بده يكون من فيلم مع فيلم هولندي. والسفارة حبت تقترح وتعرض للجمهور اللبناني فيلم بورغمان، فيلم الافتتاح. ففي عنا مثل ما ذكرت أكثر من 33 فيلم متراوحين بين أفلام طويلة، في عنا أفلام مخصصة للأطفال للأولاد ليجوا يحضروا سينما. كمان في عنا أفلام قصيرة اللي هي الأفلام التلاميذ اللبنانية من معاهد السينما بلبنان، اللي بالآخر بآخر نهار في حفل توزيع جايزتين لألون. بيقدمها الاتحاد الأوروبي. وكمان عنا فيلم مميز، فيلم الختام حبينا نحن نقدمه، اللي هو فيلم مايل المصري، المخرج اللي كلنا بنعرفه، آخر فيلم لإلها 3000 ليلة اللي كان بتورونتو، كان بمهرجان دبي، كتير في عالم ناطرينه. والإقبال يعني لهذه الحفلة يعني صراحة نفذت البطاقات. فبس منحب نقول للعالم أنه رح ينزل الفيلم بعدين، يعني بعد كم شهر رح يكون في إطلاق الفيلم بعروضه الجارية ببيروت كمان بكذا دولة عربية. فاللي ما قدر لقى بطاقة ينطر بس بعد كم شهر ليحضر يرجع الفيلم. نعم. يعني مثل ما عم تذكري أنه تحديدا هذا الفيلم الإقبال عليه كتير منيح، وكما كتير أفلام غير بالفعل. هذا بدي أسألك، يعني كمهرجان كل
كله على بعضه مهرجان السينما الأوروبية، بما أنه بلش ب 25 جانفيه يعني من كم يوم، فينا نقول من أسبوع تقريبا، من أسبوع كيف عم بيكون يعني الإقبال لهلأ؟ الإقبال كتير منيح، يعني في أفلام ناطرة الجمهور، مثلا فيلم بكرة اللي هو فيلم مارغريت اللي هو فيلم فرنسي مع كمان إنتاج تشيكيا وبلجيكا، هذا الفيلم عم بينعرض لأول مرة ببيروت بكرة ضمن المهرجان، من هيك عم ينعرض بس مرة. وبعدين بعد جمعتين رح ينزل ببيروت، رح يكون في عنده عروض تجارية، فكمان البطاقات نفدت لا مارغريت. هو بخبركم شو عن الفيلم، هو بيحكي عن امرأة برجوازية كتير بتحب الموسيقى والأوبرا، وهي باعتقادها أنه صوتها كتير جميل، وهي ما بتجيد الغناء، وعم بيجربوا يقولوا له عائلتها أنه صوتك منه مش فعلا صوت جميل. وإذ هون نهار بتقرر أنه تغني قدام جمهور، جمهور كبير بدار الأوبرا، وهون يعني بتصير حركة الفيلم المهضومة. حلو كتير، حلو كتير. مذكر المستمعين أنه المهرجان السينما الأوروبي ببيروت يلي انطلق ب 25 شهر عطول بيعرض أفلام ما فينا نسميها يعني ما منا داخلة بإطار الأفلام التجارية، كلها أفلام هاتفة وأفلام ثقافية. مزبوط مش مزبوط نسرين؟ مزبوط، يعني في أفلام حتى يعني ما بيكون الموزع اللبناني يمكن ملاقيها بوتنشل أنه يمكن تمشي، بس الجمهور لما يجي بكثافة على المهرجان يحضرها بنقعد بنفكر أنه لا لازم هو الأفلام نعطيهم مجال ينشافوا أكتر. مثلا مارغريت رح يكون عنده مجال، في فيلم يوس الإيطالي لباولو فورنتينو كمان رح يرجع ينزل ببيروت بعد جمعتين تقريبا. في الفيلم البريطاني 45 years مع تشارلوت رامبلينج اللي كتير مرشحة أنه يمكن تنال أوسكار عن دورة بالفيلم، كمان الفيلم رح ينزل ب 11 الشهر ببيروت. فحلو أنه نشوف السينما الأوروبية إلى محلة ببيروت. نعم، بحديثك نسرين قلت أنه حتى في أفلام يعني هيك موجهة أكتر للأطفال، اللي عم يسمعونا هلأ وبحبوا أنه هيك ياخدوا ولادهم يحضرون، مثل شو يعني بيشوفوا حيشوفوا عنكم؟ يعني بعد فيلم واحد اللي هو فيلم اسمه فانتوم بوي عم بينعرض نهار السبت الساعة 3، هو فرنسي مترجم إنجليزي، وهو فيلم أنيميشن للي بيعرفوا فيلم إنفيدو شا اللي تقريبا طلع من سنتين، وكمان فيلم أنيميشن طويل، مدايون يجوا يحضروا فانتوم بوي نهار السبت ساعة 3 بمتروبوليس أمبير صوفيل. وهو فيلم يعني مش بس كمان للولاد، في كل الأعمار في كل الفئات فيه، لأنه فن التحريك منه بس لكل العائلة. طيب نسرين لكل عم يسمعونا هلأ يعني اللي بده يحجز بطاقات بعد يعني على التليفون أو كيف، أو بده يتوجه على السينما؟ بده يتوجه على متروبوليس أمبير صوفيل، في البروغرام موجود، يعني نحن بعد عنا للسبت العروض كل يوم، عنا تقريبا 6 عروض. 6 عروض كل يوم؟ مظبوط. بحب اذكر انه الليلة عم نعرض لورنس اوف اريبيا بنسخته المرممة، هو فيلم تقريبا 227 دقيقة، بس اول مرة يعني بعتقد بينعرض على شاشة كبيرة بهذه النسخة الريستورد. فمثلا الليلة الساعة 8 اللي بيحب يجي يحضر لورنس اوف اريبيا كده بندعيه. وعلى 6:30 عنا بانل مع مختصين بإدارة النفايات الصلبة لنحكي بهذا الموضوع مع مختصين من لبنان. نعم نعم، هيدا على 6:30 اليوم، فكمان بندعي العالم يجوا يحضروا هيدا البانل والفيلم. تعليقا على فيلم لورنس اوف اريبيا، هو باطار تكريم الفنان رحل عمر الشريف، ما هيك؟ مزبوط مزبوط. يعني نسرين هيك بروجرام حافل اللي بيرضي كل الأذواق وكل الفئات العمرية، بدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية. لو ما المهرجان هالقد ناجح ما كانت السنة بدو يعني هيك أطلقتوه بدورته 22، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بتضلكم هيك تقدموا الأمور الثقافية الاجتماعية لكل هيك المشاهدين. شكرا لتغطيتكم دائما لنشاطاتنا. اكيد وجباتنا، ونذكر المستمعين المهرجان باقي لست شباط للسبت تقريبا، اللي بحب يشوف الافلام يتوجه على سينما متروبوليس صوفيا الاشرفيه. اكيد مرسي نسرين، وعلى امل نتلاقى بمقابلات مقبله ان شاء الله. شكرا، باي باي. اهلا وسهلا فيك، باي باي. يا هوا ليالينا،
منتابع معكم مستمعينا على أمل تكونوا عم تمضوا برفقتنا وقات حلوة. بعد النجاح الكبير اللي حققته مسرحية فينوس بالموسم الماضي، أيضا بتتكرر هيدا العروضات وبتتكرر أكيد هالمسرحية مرة جديدة لنشوفها بهيك أربعة أيام بس، ب 14, 15, 16, و17 شباط 2016. طبعا هيدا المسرحية هي من بطولة الفنان بديع أبو شقرة والفنانة والممثلة أيضا ريتا حايك. بدنا نرحب بالفنان والممثل المبدع بديع أبو شقرة اللي صار معنا جاهز على الخط لنحكي أكثر عن هالمسرحية. مرحبا. أهلا مرحبتين. أهلا وسهلا فيك أستاذ بديع. أهلا فيكم. بداية منعرف نحن أنه هالمسرحية انلعبت من فترة، شو اللي خليكم ترجعوا هيك عن جديد تعيدوا يعني هالمسرحية عن جديد؟ لأنه المسرحية عملت نجاح وفي ناس لحقوا يحضروها بوقت اللي كانت عم تنعرض، في ناس كانوا مسافرين، بقى طلب منا أنه إذا فينا نرجع نعيدها بفترة معينة للناس اللي ما قدروا يشوفوها، لأنه حرام مسرحية من هالنوع ما يقدروا يلحقوا الناس. كنا مزروقين شوي بالوقت لأنه أنت بتعرفي أنه أنا عندي عروض لمسرحية بنت الجبل. نعم. اللي مكملة بعدها كمان. نعم. بقى رتقينا أنه نعمل أربع عروض فقط اللي هني بيصيروا 2-3-4 أحد 2-3-4. نعم. من يعني بين عروضات بنت الجبل، لأنه بنت الجبل كمان مددت ل 28 شباط. نعم. نعم. بسبب الإقبال يعني. نعم. بقى اخترنا أنه نرجع نعيدها ونرجع وفيها شيء إضافي كمان، غير أنه الناس ما لحقوا يحضروها، فيها شيء إضافي أنه لما بيرجع الواحد بيعود لمسرحية عملها قبل ومسرحية فيها يعني طريقة معينة بالتمثيل، هو بيستفيد شخصيا كممثل وبيرجع بيشوف الاشياء بعض المرات من وجهة نظر تانية، وممكن يرجع يخلق هيك اشياء بسيطة صغيرة فيها متعة كتير كبيرة لأنك ممثلين. احنا فرحنا جدا لما انطرح انه شو رأيكم نرجع نعرض مسرحية فينوس. نعم. نعم استاذ بديع، يعني كتير بنسمع مرات انه للأسف يعني المسرح عنا بلبنان ما كتير في عنده اقبال، بس عم نشوف العكس، يعني عم نشوف قديش الشعب اللبناني متعطش اكتر ليحضر مسرحيات، والدليل انه في اكتر من يعني تقريبا 4-5 مسرحيات عم تنلعب بنفس الوقت، ان كان يعني هيك على جميع المسارح يعني بلبنان وببيروت تحديدا. شكله وهيك المسرح الحمد لله رجع صار هيك بألف خير. لا لكي المسرح عم بيكون اللي عم يشتغلوا بالمسرح عم بيكونوا كلهم مجازفين انتحارية، لأنه المسرح بكل العالم بده يكون في عنده دعم من الجهات المختصة الثقافية عموما، لأنه المسرح لوحده ما في يكمل حاله، لأنه الناس بده يروحوا يحضروا مسرح، والمسارح عنا التيكتس تبعهم مش مثل الميوزيكال برا، التيكت $100 و$150 و$250. لا المسرح عنا بده يكون اكسسبل لكل العالم. بالفترة من شهرين تقريبا كان في 13 مسرحية عم تنعرض بلبنان بنفس الوقت. صحيح. 13 مسرحية من صور، من مسرح صور عند اسطنبولي، لطرابلس كان في مسرحية عم تنعرض، بنت الجبل كانت عم تنعرض مسرحية، هون كميل سلامي هلا عم بمثل فينوس. نعم. عم ترجع تنعاد. يعني أنا برأيي إنه الناس هم جزء أساسي بإنقاذ المسرح، لأنه حركة مسرحية يكون في 13 مسرحية بمدينة واحدة هيدا إنجاز. طبعاً. هيدا طبعاً. إنجاز تاريخي، بس كمان هيدا ما في يكمل لوحده، بده يكون في عنصرين ينقذوه. العنصر الأول هو الجهات المختصة اللي بتحدد له فند، يعني شو بسموها جرانت. نعم. يعني مصاري من الجهات المختصة عبر وزارات الثقافة اللي بتقتطع هيدي المصاري لدعم المسرح من الضرائب اللي بتجي للدولة من المؤسسات الكبيرة. صحيح. واحد. اثنين، الناس اللي بينقضوا المسرح. لما يصير المسرح عند الناس مش مجرد متعة انترتينمنت، لما يصير المسرح عند الناس حاجة. ولما يروح الواحد ويحضر هالتنوع بالمسرحيات من الميوزيكل بنت الجبل للمسرحيات التجريبية للمسرحيات الشعبية حتى الشانسونيير، كلهم هودي المواطن هو اللي بينقذهم من شان مصلحته له، من شان مصلحة أولاده اللي بيعودهم على المسرح اللي هو أرقى أنواع الفنون بالعالم تاريخيا
وحديثا. صحيح صحيح. بالعودة للمسرحية أستاذ بديع، المسرحية كلنا بنعرف هي مقتبسة من رواية أجنبية، واقتبسها كل من المخرج لينا خوري والممثل جابرييل يمين يعني، وطبعا من إخراج جاك مارون من حيون من عبر راديو البلد وهوا ليالينا. خبرنا شوي يعني سنة الماضية المسرحية كان في يعني واجهت بعض الانتقادات لأنه جريئة شوي وبتطرح شوي فينا نقول السادية المازوشية، خبرنا شوي أكتر يعني هل تتوقعوا زيت الانتقاد هالسنة أو خلاص؟ لا ما بعتقد، لأنه بعتقد اللي انتقد وما راح حضر سمع وقري شو نحن عم نشتغل، واللي انتقد وراح حضر غير رأيه. لأنه نحن وعطول بقول هيدا، نحن أولاد مسرح، نحن درسنا المسرح، نحن بهمنا نشتغل شيء ثقافي فني حضاري، ما راح نعمل شيء مبتذل وما راح نستغل الأشياء المبتذلة في سبيل الانتشار. لأنه نحن مش سلعة ونرفض نكون سلعة، ولو بدنا نكون سلعة كانت سهلة علينا، وخاصة على المثل القوي الجريئة أنه تكون سلعة كتير سهلة بمجتمعاتنا، ولكن نحن نرفض. نحن نشتغل المسرح بحرفية وتقنية عالية جدا. أنا بعتقد الانتقادات سكتت، وبالعكس صارت تحولت لدعم وتحولت لإعجاب وتحولت لمتعة. هي الانتقادات يمكن صارت أكتر شيء لما نعرض الأفيش بعتقد، أو قبل ما يحضر المسرحية العالم يعني، أو الصحافة يشوف المسرحية. لأنه نحن بننتقد فورا على الشكل، وبنحكم فورا على الشكل، نطلق الأحكام فورا. صحيح. بدون ما للأسف نشوف المضمون نتأكد ونعرف. نعم نعم. أستاذ بديع يعني بنعرفك موجود بلبنان، وأيضا أنت مقيم بكندا إذا ماني غلطانة، وقدي بتشوف في فرق أو في هيك اختلاف بالثقافات يعني، حتى عنا بلبنان يمكن ما للأسف يعني نسبة قليلة من الناس يلي بتقصد المسرح الغنائي أو المسرح الكوميدي، بالمقابل برا هيدا الشيء كتير واجب يعني ضروري كتير أنه كل مواطن بركي كندي كل أسبوع أو كل شهر بيعرف أنه بده يزور مسرح وبده يحضر مسرحية. شو ناقصنا بلبنان؟ هل هي الثقافة؟ هل هي مشاكلنا اليومية للأسف تبعدنا عن هالأمور يلي مفروض تكون موجودة ضرورية حياتنا لأنه بتزيدنا ثقافة؟ ياك أنا عشت بأكثر من محل بالعالم، وأنا برأيي حيوية الشعب اللبناني مش سهلة تتلاقى بمكان آخر. ولكن الشعب اللبناني عنده نوع من الكسلمة يعني كسول شوي. نعم. من عدة نواحي يعني، مثل ما الشعب اللبناني كسول بأنه ما ينتخب اللي بده إياه وما يغير نظام وما يصلح البلد وما يوقف الفساد، كمان كسلان بعدة أشياء، وهيدي تعود عليها، وهيدي كانوا عم يفرضوا عليه للشعب اللبناني أنه يعملها من شان يضلوا مسيطر عليه. لأنه شعب حيوي كتير. وشعب رغم الحروب ضلوا شعب حيوي، وضلوا يسهر وضلوا يفرح وضلوا ينبسط وضلوا يخلق فنون وضلوا ما يفل من البلد وضلوا يجي رغم الزبالة. هيدي الحيوية أنا ما لمستها بمكان آخر بالمحلات اللي عشت فيها. مشان هيك نحن ما منعتب أبدا على بلد ما عنده الإمكانات البوتنشلز ما عنده إياها، لأنه بتقولي ما عندهم البوتنشلز ما عندهم شيء يخلقوه، بس لكن نحن عنا كل البوتنشلز بس مش عم نعرف نستعملها. مش عم نعرف نستعملها. هيدي اللي بيعتب الواحد على حاله وعلى غيره من هيدي الناحية. برأيي أنا لبنان كتير سهل إنه يتطور بعدة مجالات. بس الخطر هون شغلتين، الخطر إنه يتطور بشكل مش محترس يعني بمبدأ التسليع يعني تصير الأشياء سلعة وسرعات. واحد، وما يتطور بسبب قبوله بهالواقع اللي هو عايش فيه واللي مسيطر عليه وما بده يغيره. بس نحن كفنانين اليوم كنت عم بسمع راسل بيتر الكوميديان الكندي اللي بيعمل ستاند اب كوميدي صار مشهور بكل العالم يعني. عم بيقول انه نحن الفنانين الكوميديان نحن الوحيدين اللي منقول الحقيقة. ولكن السياسيين اللي بيقولوا شو بدهم ايانا نسمع. في فرق كتير كبير. نحن الوحيدين اللي منقول الحقيقة. ونحن الوحيدين اللي منناضل من خلال الفن. ونحن الوحيدين اللي لازم نستقطب الناس ليوقفوا حدنا أو لا يدعمونا أو لا يجوا يحضرونا بدون أي هدف، لأنه ما عنا أي هدف تاني إلا نضلنا نشتغل نفس الشيء. لا عنا هدف
الانتشار السريع، ولا عندنا هدف سياسي ولا عندنا هدف مادي، ولكن عندنا هدف بس نقدر نتواصل مع الناس ونخلي مشاكل الناس تترجم على المسرح من خلال الفن، من خلال الموسيقى، من خلال التلفزيون. هذه هي. حلو كتير. يعني أستاذ بديع بنحييك كتير كتير كتير، وبدنا نقول لك إنه دايما مفتخر فيك بهيك أدائك، بتمثيلك، بثقافتك، وهيك وين ما كنت بأي مسرحية بنعرف إنه دايما المسرحية ناجحة بتكون. شكرا لكم. أنا قطعت عهد على نفسي إنه بأي مقابلة بدي أعملها بدي أقول بآخرها وين ما كان للناس، روحوا احضروا مسرح. نعم. احضروا البشع والحلو، احضروا المنيح ومش منيح، لأنه أنتوا الوحيدين اللي ممكن تسقطوا العمل المش منيح. نعم. وتنجحوا العمل المنيح. صحيح. ما تسمحوا للميديا وللصرعة هي اللي تنشر الأعمال من خلال المتركاج. روحوا احضروا مسرح على طول. المسرح هو أهم وجه من وجوه الثقافة بالعالم كله تاريخيا وحديثا. مهم كتير استاذ بديع يلي عم تقوله، والدليل انه في كتير مرات منشوف الصحافة انتقدت اي عمل هيك كان، بالمقابل بتشوف انه الشعب والناس يلي هن بعاد كتار، يعني بعاد كتير عن الصحافة، بيبقوا حبوا العمل وشايفوه عمل رائع. الى هيك مثل ما عم بتقول ايام للأسف ما لازم نسمع يمكن للصحافة شو بتكتب، لانه بالنهاية الصحافة بده ينتقد بركي هيك، عفوا على الكلمة، يمكن للفت النظر ببعض الأحيان، بس بيبقى المواطن والشعب هو هيك تعبيره أصدق. لكن حتى العالم بيحكموا على الصحافة. نعم. لأنه الصحافة اللي بتكتب مرة واثنين وثلاثة بعدين الناس بطلوا يعيرولها انتباه، تسقط لوحدها. صحيح. والصحافة اللي بتنتقد وبتبهدل بعض المرات بس بشكل منطقي وبشكل موضوعي بيقرولها الناس وبتكمل. أنا مش ضد الانتقاد وحتى البهدلة بعض المرات بالصحافة. هاي شغلة ضرورية، هذه وجهة نظر، ولكن مش من مبدأ إنه نركز بس على الأشياء، إنه جي بين فخده، جي بسته، جي لك شو لابسة، لك ملا فستان، هاودي شغلات صرعة، نحن عم نحكي عن شيء آخر تمام. نعم، 100%. وشكرا لكم كثير لأنه عم تتابعونا ولأنه عم تهتموا بهذا الموضوع، لأنه هيدا نحن منقدره جدا ومنحس انه في ورانا ناس عم يهتموا بالاشياء الحقيقيه. اكيد واجباتنا استاذ بديع. عم نذكر انه مسرحيه فينس بتنطلق ب 14 شهر لاربع عروض، 14 و15 و16 و17 باط بمسرح المدينه اذا مش غلطان، ما هيك استاذ بديع؟ بمسرح مونو. مسرح مونو، سوري، مسرح مونو. مسرح مونو. وكمان بنت الجبل مكمله بنفس الوقت وتمددت. نعم. ويمكن تتمدد أكثر. كتير منيح، يعطيك ألف عافية، وتحية لكل الأشخاص يلي شاركوا إن كان بمسرحية بنت جبال أو حتى بمسرحية فينيس. شكرا لك أستاذ بديع أبو شقرة، شرفتنا. أهلا وسهلا، كل التوفيق. باي باي. باي باي. يا هوا ليالينا. لهون بنوصل لختام حلقتنا، على أمل يكونوا المستمعين أمضوا أوقات حلوة يعني هيك برفقة اليوم حلقتنا اللي كانت غنية، عم نحكي عن أفلام بدور السينما وأيضا عن مسرحية عم تنلعب على مسرح مونو. هيك حلقتنا لليوم فنية تمثيلية بامتياز. وأكيد ماري بدنا نوعد المستمعين أنه بحلقات هوا ليالينا المقبلة رح نخبرون عن نشاطات ومهرجانات وحفلات كتيرة. أكيد بتعرفي بما أنه نحن بشهر شباط وهيك بلشنا نحس بالربيع، واكيد الايفنتات هلا بيكتروا اكثر، سو اكيد حلقتنا المقبله رح تكون غنيه اكثر بمواضيعها ونشاطاتها. اكيد طبعا. وبدنا نقول كمان للمستمعين ريتشي انه الاسبوع اللي جاي ما حنكون على الهواء، بما انه نهار الثلاثة 9 شباط هو نهار عطله، ما رح نطلع عليهم طبعا ضمن هوا ليالينا، لكن اللقاء بيكون الاسبوع اللي بعده. لهيك بدنا نتمنى لكم اوقات حلوه، ونقول لكم ان شاء الله اكيد بنعاد عليكم عيد مرمرون بالخير والفرح والبركه. شكرا لكل الاشخاص اللي تابعونا، بتمنى لكم بقيه النهار او امسيه حلوه برفقه برامج اذاعه البلد. شكرا، باي باي.